تفضل. طيب القرية تحتاج إلى شيخ. شيخ؟ وشيخ لازم واحد يقود القرية هذا الأسبوع. إيه. فلأنكم أنتم ميزان العدل في البرنامج وأنتم أساطير هذا هذا البرنامج وأنتم من ترون من عقلتهم من أعلى من يصلح لقيادة هذه القرية، فهناك قرار من الإدارة بأن كل عضو من أعضاء النقد يرشح اسم وينزل تصويت في تويتر لمدة 20 دقيقة لاختيار شيخ القرية. خلنا نبدأ بالطلال. طلال فقرة بالاسماء. ها؟ سلطان اللي يعدل. لا لا ما في اتفاق، كل واحد يختار اسم مختلف، خلاص إذا راح تختار غيره. أبو طلال من تختار شيخ القرية؟ فلاح. سلطان. فلاح العاصمي اختيار أبو طلال، هذا الاسم الأول. علي. أنا أشكر سلطان بريك قبل يومين. هو اللي حدث بعد كل صلاة. فيصل مهم هو جلسة ترى أنا صادق والله أني صادق فيصل يا شباب قبل يومين أنتوا غلط اللي يقول غلط صدقني لا 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 صدقني سالم أنتم تقتلون مواهب تقتلون قبل يومين نتكلم عن بعد الصلاة والله تقتل مواهب اصبر رجل عنده موهبة يا أخي اصبر أنت بعدها تام معك اصبر اصبر أعصب عليك إيه دقيقة دقيقة سياسة الامتنان عندي والله الامتنان الامتنان فيصل قبل يومين عند الامتنان طلع على بعد الصلاة واضح أنه طلعت مستعجل فهمت يطقب قبل الشيخ فقام بغي يحدث عن الغضب المشكلة كل مداخلات سلطان البريك البرنامج على الغضب كله يضرب أخوياه فالله يجزاه خير يا رب أودك ما يحدث مرة ثانية بعد الصلاة لكن أنا أرشح صراحة على شيخ القرية أربع يكونوا إيه أنت في تغريدة إيه أرشح سلطان البريك سلطان البريك علي رشح فهد من ترشح شيخ القرية أنت ماك هذا ترشيح غير مفهوم هذا ترشيح والله لا تصادر من حقه من حقه أسقاط لا أنت دحرت يا شيخ فهد أنت عادتك كنت بذهبي يا أنا متأكد سلطان البريك بياخذ الشيخ رشح والله شيخ أنا متأكد إنه بيفوز اليوم بالشيخ والله إنه يستاهل أنا أرشح وبكل عقلانية ومنطق فيصل بن علمان الدبلي استاهل نعم استاهل سالم هذا هو شيخهم الحقيقي والله ما في مقصر باعتراف سلطان هم ما في مقصر بس انهم يخلون يخلون سلطان وخطيبهم بعد كل صلاة هذه يلا بعد القرية هذه عدوك عدوك سلطان خطيبه تكفى عدوك سلطان خطيبه والله مشكلة كيف تبيهم يعني كيف سلوكهم بعد الخطبة بتصير المهم مو موضوعنا انا ارشح سيف آل سالم يكون هو شيخ القرية. حق سنه. وأنا أعي ما أقول. أي يا سالم. لأنه داعم لجروب الأشبال. الأشبال. إيه. ولا يبغى سيف. هذه سياسة. ما يبغى سالم يبيع الرئيس. سالم. يبغى يسبب بين. هو يعرف الإنسان يبيع سوسة. إيه. هو يبغى حتى. نعم. يسبب مشكلة بينهم. التشكيلة. هذا الترشيح مشكوك فيه صراحة. تشكيلة الجروب خطأ. لا تشكيلة. طيب. مفروض. الآن تصويت بينزل في حساب القناة في تويتر في منصة إكس شيخ القرية. ما بين فلاح العاصمي فيصل الدبالين سلطان آل بريك و سيف آل سالم سعود ليش ما تعطونهم ثاني يوم لا لا 20 دقيقه فقط عشان ما يجي في وهمي 20 دقيقه بس وسيتم الاعلان طبعا شيخ القريه راح خلال اسبوع راح ياخذ 2000 نقطه تقييم بامكانه يرشح 2 مساعدين عنده مميزات الاختيار الصلاه لوكيشنات توزيعها اختيار اللي يلبسوا مايكات بإمكانه يحرم متسابقين من الهواء مميزات كثيرة يحصل عليها شيخ القرية بتعطى له بحول الله تعالى من فريق الإعداد الآن التصويت نزل في حساب القناة وهل بترشح سيف أنت يا نعم نعم سيف أسال أنت أقصد تدخل تويتر بتختار سيف ولا لا لا إن شاء الله بدخل تويتر أنا بدح أجل سلطان يا فاح عندي حسابين حساب بحط